وبيفلحوا وبيحسنوا وبيتنعموا من خيرات على الأرض يلي الله فايد عليهم. وكانت العيلة كلها تشتغل، صبيان وبنات وصغار قبل كبار، وكانوا العائلتين عايشين حد بعض وكانوا يتشاركوا بالعملات والمعدات وحتى بالتسويق كأنهم عائلة واحدة موحدة. يا بركة أرضي يا بركة نصر ودان الياس لكل أرضي بيديكم وتعوا ساعة خلف التحليل العربية. وبيوم من الأيام حصل سوء تفاهم بين فادي وعبده، تحول لخلاف بين بعضهم وتطورت الأمور، ومسيوا بركات أول كتير يلي كانت موجودة برزقه المعيان، ودخل الطمع بيناتهم وخلى القلوب تبعد والحقد ينمو. أكيد عندي شغل، لك شايف مجرى المي ها؟ ها حدود مزرعتي مع جار، الواقع هو خي، بدي إياك تعمل لي تسويني عيني، طول 4 أمتار، 5 أمتار، إيه 5 أمتار منيحة، لحتى ما أشوف صورة من جوا، وقد ما تكلم أنا مستعد أدفع. تفتكر كلمة الوضع مظبوط، ما بقى تهمني أو إلى ما رح تكون إلا مبسوط. بيروح للتجار بيحضر خشبيته وبيجمع عدد كبير من العمال وبيقدمهم. عندنا مشروع مهم كتير ورقيق، بنى نفسه وبيكمل نشاطه وبأسرع وقت. بس عبالك thank you.
شايف قدام المجلس الطويل قاطع فوق مجرى الود بيربط مزرعته بالمزرعة الولادية. والمفاجأة الأكبر كانت وقت شاف جار أو بالأحرى خيعة مقرب صوته وعلامات الاندهاش والفرح على وجهه. بعد كل شيء عاطل عنده معه مش في صوت بعض وتلاقوا بوسط الجسر يلا غمروا بعضه واعتذروا عن كل شيء غلط قلموا بحقه. عندي كثير بتحب خواجة تاني بس عندي كثير مش صورة أحبها. نحن كمان بين النور تعبتنا مثل هالمشاعر نهتم حوايس الاختلاف الكبرياء والحكم عن غير ونبني شعور التلاقي والسلام وفرح اللقاء بالآخر.